يسعدنا أن نستضيف في هذه الأمسية سماحة الأستاذ والباحث في الحوزة العلمية الشيخ جعفر الأمجد الستري ليعرفنا سر تعدد الشرائع وخاتمية الإسلام، فليتفضل محفوفا بالصلوات على محمد وآل محمد. سهلا سماحة الشيخ، ينقسم حديث سماحة الشيخ إلى محاور ثلاثة. أولها هو لماذا تعددت النبوات والشرائع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها وأكملها وأسناها على المبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى الصادق الأمين وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بمناسبة أعظم حدث في عالم الوجود وهو الولادة النورية للرسول الأعظم سيد المخلوقات وفخر الكائنات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وميلاد امتداده وامتداد نوره الإمام الصادق صلى الله عليه، نجد ربنا في مثل هذه المناسبات أن لا نحييها بمجرد الإحياء الروتيني المتعارف والمعتاد، وإنما أن تكون مثل هذه المناسبات محطة للصعود المعرفي، محطة للسمو الروحي وللتميز الأخلاقي. تعالوا معا نبدأ بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تحدث في هذا المطاف الأول في خمس نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى: سنة تعاقب الشرائع والنبوات. هذه الآية ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وشاكلات هذه الآية مثل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شاكلات هذه الآية تنبئ عن حقيقة قرآنية. هذه الحقيقة القرآنية هي أن الله عز وجل أجرى سنة إلهية سارية وهي تعدد النبوات وتعاقب الشرائع. بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث إليهم رسلا لأصحاب الشرائع الكبرى، وواتر إليهم أنبياء المنطوين تحت مظلة هذه الشرائع. إذن بالتعبير القرآني أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن الحقيقة القرآنية التاريخية في هذه النقطة الأولى هي سنة تعدد الشرائع وتواتر النبوات. هذا التعاقب وهذا التعدد في النبوات وفي الشرائع ينبئ عن عهد أمة مضى وعن عهد أمة ولد، لأن بعثة نبي من الأنبياء يعني ولادة جديدة في الفكر، ولادة جديدة في الخط، في المنهج، تجديد، تجديد إلهي. النقطة الثانية: ظاهرة نسخ شريعة بشريعة أخرى. طبعا أنا عددت هذه النقاط لأصل إلى حقيقة مهمة جدا وسؤال مهم أعزائي.
الملاحظ قرآنيا والملاحظ تاريخيا ظاهرة اتساخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة. قاعد أختار الكلمات بعناية، شريعة ولم أقول دين، زين؟ ثم جعلناك على شريعة مو على دين، لأنه كما تعلمون قرآنيا لا تعدد في الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا كل نبي من الأنبياء يقول وأنا من المسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين، ربي توفني مسلما، وإنما التعدد في الشريعة، الشرعة، المنهاج، النسك، المناسك. القرآن الكريم ينبئ أيضا بظاهرة أخرى غير ظاهرة تعدد النبوات والشرائع، وهي ظاهرة انتساخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة. النقطة الثالثة، ما هو السبب انتساخ الشرائع السابقة؟ لماذا تنزل شريعة فتنسخ هذه الشريعة نسخة؟ يعني ماذا؟ يعني تبديل بعض النسك، بعض المناهج، وإبقاء بعض النسك، وتطوير بعض النسك. لماذا؟ لماذا تنتسخ شريعة سابقة لتأتي من بعدها شريعة لاحقة؟ الظاهر أن سبب انتساخ أي شريعة هو أمران أساسيان. الأمر الأول تطور ونضج واتساع الذهنية البشرية الاجتماعية، فتكون هذه الذهنية البشرية الاجتماعية هضمت تلك المعارف الموجودة في تلك الشريعة، فتطورت خارج حدود ماذا؟ الشريعة السابقة. السبب الثاني تعرض تلك الشريعة إلى ماذا؟ إلى التحريف. كما تعلمون الله عز وجل لم يتعهد بحفظ الشرائع، نعم كتاب واحد تعهد بحفظه وهو ماذا؟ الكتاب الخاتم القرآن الكريم. وبالتالي هذان السببان وهو تطور الذهنية الاجتماعية المجموعية بحيث أصبحت ماذا؟ تستوعب ما هو خارج حدود هذه الشريعة، فوق حدود هذه الشريعة. والسبب الثاني تعرض تلك الشريعة لماذا؟ للتحريف. بالتالي تحتاج هذه الأمة الجديدة ضروريا لنزول شريعة أوسع وشريعة سماوية لم تمتد لها البشرية بأي تحريف. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هنا تنبيهان مهمان أعزائي. التنبيه الأول، عندما نقول أن الشريعة السابقة نسخت، هل معنى أنها ناقصة؟ هل معنى أنها ناقصة؟ الله عز وجل ينزل شيئا ناقصا؟ تفجير. ما ورد في النقطة الثالثة لا يعني أن الشريعة التي نزلت إلى نوح عليه السلام ناقصة وغير كاملة، لا، كل شريعة بالنسبة إلى زمانها وإلى أهل زمانها هي كاملة، لكن يسمونها كمال شنو؟ نسبي. عندنا كمال مطلق وعندنا كمال يسمونه شنو؟ كمال نسبي. زين، كمال نسبي يعني ماذا؟ يعني بالنسبة إلى الاحتياجات الموجودة في تلك الأمة البشرية الشريعة نزلت على مقياس ماذا؟ احتياجاتها، ثم تطورت تلك المجموعة البشرية. زين، هنا تكون ضروري لماذا؟ لنزول شريعة أخرى. إذا مو معنى أن تلك الشريعة ناقصة في الأصل، لا، هي كاملة لكن كمال ماذا؟ نسبي، نسبة إلى ماذا؟ إلى زمانها، إلى أن تأتي الشريعة الكاملة كمال مطلق. أي شريعة؟ شريعة خاتم الأنبياء محمد صلى الله
التنبيه الثاني، كل نبي من الأنبياء له خطابان. يعني يقول الآن انتسخت شريعة النبي نوح عليه السلام بشريعة مثلا من؟ شريعة النبي إبراهيم عليه السلام مثلا، وجمع بعد مثلا موسى عليه السلام. ونحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أفضل ممن؟ من موسى عليه السلام. فهل معنى أن ما نزل على موسى أوسع مما نزل على إبراهيم عليه السلام؟ لا، التفت شيء. كل نبي من الأنبياء له خطابان من الله عز وجل، خطاب خاص لشخصه، وخطاب يوصله لمن؟ لأمته. هل نفس الخطاب الخاص للنبي هو الذي يوصله إلى الأمة؟ لا. سيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه عنده كلمة مهمة جدا عندما يتحدث عن القرآن الكريم، يقول نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن، حتى هذه التفاسير هي ماذا؟ ظل لمعارف القرآن الكريم. الذي يفهم القرآن هو من خوطب به. أساسا القرآن نزل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. لهذا القرآن فيه نزولان، نزول لشخص النبي، نزول للتبليغ. شوف هذه الآيات في سورة النحل 44، دقق فيها. وأنزلنا إليك الذكر. شوف أنزلنا إليك، إذن القرآن نازل منه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا دفع لتبين للناس ما نزل، مو ما أنزل، نزل. إذن المبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمر مخفف للأمة غير الذي وصل له هو. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. النقطة الخامسة، انختام سلسلة النبوات بالخاتمية المحمدية. القرآن الكريم بيّن حقيقة وهي تعاقب النبوات، وبيّن حقيقة ثانية وهي ماذا؟ وهي انتساخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة. وبيّن حقيقة ثالثة أن هذه السنة مو سنة لا نهائية، سنة لها ماذا؟ نهاية. تعاقب النبوات، تعدد النبوات، تعدد الشرائع، تعدد الكتب، لنهاية وما لنهاية؟ لنهاية. ونهايته ماذا؟ نهايته نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نطرح هذا التساؤل، إذا كان الإسلام هو الشريعة، هذا السؤال اللي بيجي بعدين قبل ما نبدأ في المحور الثاني، نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فلماذا لم تنزل من البداية؟ هذا السؤال إنصافا يعني له أكثر من زاوية، زاوية تاريخية وزاوية عقائدية وزاوية فكرية. حتى أن يعني المثقفون المحدثون سواء كان من أصحاب الفكر المتطور، الفكر الحداثي أو الفكر العلماني، زين، أو ما شابه ذلك، المثقفون الجدد يطرحون هذه الإشكالية. أنتم تدعون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن الدين والقرآن الكريم، دين الإسلام والقرآن الكريم هو خاتم الكتب، زين. بالتالي إذا كان هو الصالح لكل زمان ومكان، لم ينزله الله عز وجل منذ البداية؟ أيهما أفضل؟ أن تنزل الشريعة مصغرة ضيقة الأفق، زين، ثم نضطر إلى تبديلها ونسخها ونزول شريعة أوسع، وهكذا يصير يمكن نوع من الإرباك في زين الأمة البشرية.
أو الأفضل أن تنزل الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان منذ البداية؟ هنا هذا سؤال مهم جدا حتى نعرف موقعية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من بين كل الأنبياء، وما هو دور الأنبياء، وما هو دور الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هنا نحاول أن نتطرق إلى أربع جهات مهمة جدا. الجهة الأولى تماثل كيفية التطور في العقل المجموعي والعقل الفردي. التفتوا جيدا، اللي صار هذا الإشكال قال المفروض أن تنزل الشريعة الكاملة منذ البداية أحسن، غاب عنه أمر مهم جدا. هذا الأمر مرسول في علم النفس الاجتماعي، في علم الفلسفة، في علم الأنثروبولوجيا، زين، وهو أمر مهم للغاية جدا. التطور المجموعي شبيه جدا بتطور الفرد. كيف يعني؟ الآن كما أن الإنسان الفرد لا يمكن أن يعطى معلومات عميقة وواسعة منذ البداية. في واحد عاقل الآن يقول أنا ابني هذا الصغير سوف أدخله منذ البداية إلى أحسن جامعة، أفضل صف، الصف الخامس مثلا في الجامعة الفلانية. لماذا؟ يقول لأنني أريد ماذا؟ أريد منه أن يتعلم أفضل العلوم وأعمق العلوم وأوسع العلوم. هذا كلام سليم؟ يستفيد أساسا إذا دخلناه في الجامعة؟ زين، أنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معارف أبجدية أولا، تأسيسات، ثم تحتاج إلى مثلا ابتدائي، إعدادي، ثانوي، حتى يعني ندخل إلى الجامعة. نفس هذا المعنى تماما نقوله في هذه المسألة. الأمة البشرية الأولى هي في الحقيقة والواقع لا تنظر إليها مجموع، انظر إليها ماذا؟ يسمونه الإنسان المجتمعي. الإنسان المجتمعي يعني ماذا؟ يعني هو مجتمع لكن في صيغة إنسان واحد، هو طفل. يعني المجموعة البشرية الأولى هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طفل. ما نتكلم عن الأنبياء، النبي ما هو نبي، أمة ذلك النبي طفل لو بالغ، طفل لو مو طفل، تلك الأمة الأولى طفل. زين، إذن الشرائع الصغرى نزلت لتنضج البشرية الذهنية البشرية تمهيدا لأي شريعة؟ للشريعة الكبرى. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية عدم وراثة الأمة الأولى لمعارف أمة سابقة، عدم خوض الأمة الأولى تجربة معرفية مسبقة. حتى يكون أي مجتمع قابل لمعارف عالية لابد يكون ورث معارف دانية من أمة سبقته. يعني أنت الآن جئت مباشرة إلى علم ابتدأ بك هذا العلم وبدأ بأمتك وبجيلك، لو أنت جاي وفق تراكم معرفي سابق مؤسس سابقا أنت أخذته وراكمت عليه علوم وطورتها، هل ورثت هذه الأمة الآن، هذه الأمة الموجودة الآن، معارف سابقة ولا لا؟ نعم، الأمة الأولى هل ورثت معارف سابقة؟ لا. زين، من هنا نجد القرآن الكريم ينص على ضرورة استلهام تجربة الآخرين. تلك أمة، زين، مثلا تقصص القصص، لقد كان في قصصهم عبرة. لماذا؟ نقل معارف الأمم السابقة إلى هذه الأمة شنو معناه؟ معناه أنه نريد أن نراكم لكم معارف جديدة، ولكن شرط أن ماذا؟ أن تطلعوا على معارف الأمم السابقة. ماذا القرآن الكريم شنو يقول؟ مصدقا لما بين يديه. شنو يعني مصدقا لما بين يديه؟ يعني مو القرآن جايب لنا معارف فقط جديدة دون ماذا؟ أن يورثنا ماذا؟ معارف الأمم السابقة. لا،
مهيمن عليه. القرآن ينقل لنا التجربة السابقة ويزيد ويضيف عليها. الجهة الثالثة طبعا التفتوا جيدا هنا، يعني مثال تقريبي. الآن افترض معي قرية من القرى فيها 5 بيوت وسيارة واحدة، ماذا نحتاج لها من شوارع، من أسس نظام المرور؟ شنو نحتاج لها؟ 5 بيوت وسيارة واحدة. وش تقولون؟ شارع واحد يطلع السيارة من القرية وانتهي. لكن إذا تمدنت هذه القرية وتكثرت وازدادت بيوتاتها ومصانعها ومدارسها ومرافقها وكذا، شنو يصير؟ نحتاج إلى مو بس شوارع إشارات مرور ودوارات ومثلا كوبريات وما شابه ذلك، أنفاق إلى غير ذلك. نفس المعنى، الأمة البشرية الأولى ما كانت تحتاج إلى التوسع، تحتاج إلى الشريعة وفق ماذا؟ وفق احتياجاتها، وفق طفولتها. إذا تطورت الذهنية المجتمعية أكثر وهضمتها زين، وصارت أمور جديدة وتطور النظام الحضاري والنظام الديني، هنا نحتاج إلى الشريعة شوي أوسع، وهكذا وهكذا وهكذا. التراكمية دينية مهمة جدا. من هنا الجهة الثالثة تكامل مهمات الأنبياء. هذه نقطة مهمة أعزائي. الأنبياء السابقون قبل الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، كل نبي أستطيع أن أقول أن له 5 مهمات. كل نبي عدا الخاتم صلى الله عليه وآله، كل نبي كان له 5 مهمات. حرانين عزيزين، خلي يفتحون لهم المكيف هنا. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وجه على الحج بعد مباشرة، اللي ما أقدر عليه زين بعد ثانية. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. التفتوا أعزائي حتى نستطيع أن نقف على ملمح مهم جدا من شخصية أعظم إنسان، بل أعظم مخلوق. نحن أمام شخصية مو إنسان عادي، ولا نقول فقط إنسان، نقول مخلوق هو المخلوق الأعظم. هناك نقطة مهمة جدا في معرفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، إمامنا الصادق سلام الله عليه يضيء هذه النقطة. لنتصور أن جبرائيل يعلم النبي صلى الله عليه وآله، وأن شخصية جبرائيل أعلى من شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت بعض الروايات قد توهم بذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله يسأل جبرائيل وجبرائيل كأنما يعلمه. لا، كم من سائل للسؤال وهو أعلم بالجواب. ألم يسأل الله عز وجل موسى عليه السلام ويقول وما تلك بيمينك يا موسى؟ زين، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن جبرائيل إذا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين يديه قعدة العابد ويسكت، فإن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وإن لم يأذن له انصرف. أنت أمام المخلوق الأعظم، اسم الله الأعظم. زين، كل نبي له 5 مهمات. المهمة الأولى تأكيد وتصديق نبوة النبي السابق. المهمة الثانية إضافة معارف جديدة وبيانات جديدة على الشريعة السابقة. المهمة الثالثة البشارة القريبة بنبي لاحق. المهمة الرابعة البشارة البعيدة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. البشارة الأبعد اللي هي المهمة الخامسة البشارة
الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا مهمات خمس. أساساً الله عز وجل خلق المنظومة التكوينية لنزول الشريعة الكبرى، لنزول القرآن. لكن ما يمكن أن ينزل القرآن والشريعة الكبرى منذ البداية، يحتاج إلى ماذا؟ تمهيد تمهيد تمهيد. لهذا كل الأنبياء ممهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآية ماذا تقول، تخاطب الأنبياء: لتنصروه وتعزروه. إذن بعثة إبراهيم عليه السلام نصرة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بعثة إدريس، بعثة سليمان، وهذا أحد معاني أنه لم يرسل نبي إلا بالتصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الجهة الرابعة وهي الجهة الأخيرة مهمة جدا، إشكال مهم، أنا ما أدري السؤال القادم هل هو هذا خصائص الإسلام؟ زين، وش إشكال مهم جدا أعزائي. إذا كانت الرسالة الخاتمة تنزل على مستوى منه، على مستوى نضج الأمة، عدل؟ خب النبي صلى الله عليه وسلم أين بعث؟ ها؟ الجزيرة العربية شنو فيها؟ شنو كان فيها؟ جاهلية. أنتم تقولون الآن أن الشريعة تنزل بمستوى ماذا؟ نضج الأمة. فهل كانت الجاهلية ناضجة لاستيعاب المعارف الخاتمة؟ هنا الجواب دقيق أعزائي، زين، أحاول أفهرس الجواب بشكل مختصر في خمس نقاط أعزائي. نقطة مصطلح الجاهلية لا يعني مطلق الجهل. الناس واجد يحسبون الجاهلية يعني ما يفهمون شيء، يعني جهلة. لا، مصطلح الجاهلية لا يعني مطلق الجهل. الجاهلية مصطلح قرآني لا يعني مطلق الجهل، لا يعني عدم المعرفة. العرب قبل الإسلام كانت لديهم بعض العلوم، بعض المعارف الحضارية، لو لا شاهدين. الشاهد الأول رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، يعني انفتاح على حضارتين. حضارة وين؟ السبأ مثلا أو حمير أو ما شابه ذلك، ما حضارة يمنية. وانفتاح على وين؟ على الشام، يعني المتاخمة للحضارة الرومانية وما شابه ذلك. هذا التلاقح التجاري مو ينقل فقط تجارة، ينقل شنو؟ ينقل تأثر معرفي أيضا، تأثر ثقافي. زين، شاهد آخر، أشعار العرب. أشعار العرب حتى في الجاهلية كانت تتضمن بعض الإشارة إلى بعض الأمور الحضارية، زين، في العلوم البشرية. وإن كان يعني علومهم الحضارية لم تكن راقية بمستوى ومرتقى الحضارة الرومانية أو الفارسية أو ما شابه ذلك، ولكن لا يعني الجاهلية أنه جهل مطبق لا علم ولا معرفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قبل الإسلام ما جاء فقط لقريش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش الجاهلية الجهلة، هو فقط جل القريش، زين، وإنما جاء لكافة الأمم المتحضرة وغير المتحضرة، زين. فلو فرضنا أن العرب لا تملك معارف ولا علوم حضارية، الإسلام والقرآن لم يأتي للجاهلية فقط، جاء إلى كل الحضارات الموجودة آنذاك، حضارة مصر، حضارة الرومان، حضارة فارس، حضارة الإغريق إلى آخر. النقطة الثالثة، الإسلام أيضا جاء لي مستقبل الأمم المرتقب تحضرها، جلون الامتداد تأريخ المستقبل اللي سوف يتطور بشكل متلاحق وهائل جدا.
أما النقطة الرابعة، لماذا اختار الله عز وجل هذه الأمة وهذا المكان وهذا الزمان بالذات؟ إيش بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ في قريش. لم يبعثهم في الرومان، في الفرس، في مصر مثلا؟ نقول الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، مو فقط في الأشخاص، حتى زمانا ومكانا. ولكن أحد الأسباب الله عز وجل أراد أن يبين، رغم هذه الأمة هي أنزل أمة حضاريا من بين تلك الأمم على المستوى الأخلاقي، على المستوى القيمي، على مستوى المبادئ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ماذا؟ أن يأتي بماذا؟ بمعارف تذهل كل الحضارات تشريعيا، علميا، معرفيا، واستطاع أن يغير في أشخاص نشأوا في تلك الأرض الجدباء. وهذا نحو من أنحاء الإعجاز الذي تجلى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الخامسة، مفهوم الجاهلية في الرؤية القرآنية ما هو؟ إن حتى الزهراء عليه السلام لما عبرت عن زين تلك الأمة المنقلبة، عبرت عنهم بأنهم ماذا؟ رجعوا إلى وين؟ الجاهلية، رغم أنهم عندهم قرآن. إذن مصطلح الجاهلية في الرؤية المعصومية والقرآنية مصطلح من نوع آخر، معنى آخر. لمتتبع القرآن الكريم يمكن أن يلاحظ أن القرآن الكريم وصف الجاهلية بأربعة أوصاف. يعني الجاهلية هي المحتوية على هذه الأوصاف الأربعة. يعني هذه الأوصاف الأربعة إذا كانت الآن موجودة في وين؟ في الغرب المتطور، وين؟ علمياً، حضارياً، تكنولوجياً، فهو في المنظور القرآني شنو؟ جاهل. أول صفة عدم المعرفة التوحيدية. لاحظ في سورة آل عمران 154، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله يعني عندهم علم بالله أو ظن بالله، معرفة بشرية بالله يعني معرفة غير توحيدية. هذه الصفة الأولى للجاهلية. الصفة الثانية للجاهلية الحكم بغير ما حكم الله تعالى. أمة متطورة في الناحية البشرية، في الناحية الحضارية، في الطب، في التكنولوجيا، لكن تحكم بماذا؟ بغير حكم الله، أو حتى تدعي أن القرآن أحد مصادر التشريع، هي تمزج الإسلام بماذا؟ بجاهلية. لاحظ، أفحكم الجاهلية يبغون. المائدة، سورة المائدة آية 55. إذن الصفة الثانية للجاهلية الحكم بغير ما أنزل الله. الصفة الثالثة للجاهلية عدم العفة والحجاب. إذا شفت مجتمع متحلل عدم العفة من الرجال والنساء وعدم الحجاب، هذا لون من ألوان الجاهلية أيضا. لاحظ في سورة الأحزاب 33، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الصفة الأولى صفة معرفية عقائدية، الصفة الثانية صفة سياسية حاكمية، الصفة الثالثة صفة شنو؟ أخلاقية اجتماعية. زين، والصفة الرابعة الحمية الباطلة، العصبية الباطلة، أن تتعصب إلى نفسك أو أسرتك أو قومك أو دينك بجهل بدون علم بدون دليل، أيضا هذا ماذا؟ جاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أي حمية؟ جاهلية. هذا معنى الجاهلية. خاتمة استنتاجية، إذن سنة التعاقب في النبوات والرسالات والكتب الإلهية وكله للتمهيد للنبوة الخاتمة. الإمام السجاد عليه السلام عندي إضاءة مهمة جدا، يقول الإسلام مو جاي فقط لقريش، جاي للمستقبل البعيد جدا. لهذا أنزل أمور عميقة جدا في القرآن الكريم لم يكن يفقهها ماذا؟ أهل ذلك الزمان إلا الخواص. شوف هذه الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام: إن الله عز وجل علم أنه في آخر الزمان يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون. الحين تطور الذهنية التوحيدية والفلسفية، نفس الموجود كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله. ما نتكلم عن خواص سلمان وأبو ذر،
وزرارة زين، والسيد محمد بن الإمام الهادي عليه السلام، والعباس وزينب سلام الله عليهم. لا، احنا نتحدث عن مجموع. فأنزل قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور. هذا تمام الكلام في هذا المحور. قبل انتقال المحور الثالث، نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأخير، ما هي خصائص الإسلام ليكون صالحا للخاتمية؟ حقيقة واقعا القرآن الكريم يبين لنا أن الإسلام والقرآن فيه خصوصيتان، لهذا استحق أن يكون الإسلام، أن يكون القرآن، أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله خاتم الأديان والكتب والشرائع والأنبياء. الخصوصية الأولى هي خصوصية الشمولية. الشمولية يعني ماذا؟ يعني يجيب على كل سؤال، في المستوى التشريعي، في المستوى الأخلاقي، في المستوى العقائدي. بالتعبير القرآني، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشرائع الإلهية السابقة تبيان لكل شيء. ألم يأتي لموسى عليه السلام ويقول وكتبنا له في الألواح من كل مرة، من تفيد ماذا؟ تبعيض. هذا استدلال الإمام الباقر عليه السلام. ألم يأتي إلى عيسى عليه السلام ويقول لأبين لكم بعض، لكن عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ بيانا لكل شيء. زين، إذن أول خصوصية في الإسلام خصوصية الشمولية. لكن خصوصية الشمولية ما يمكن أن تجعل القرآن والإسلام صالحا للخاتمية إلا بخصوصية ثانية، وهي ماذا؟ المحفوظية. إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذكر الذي هو تبيان لكل شيء، وإنا له. أما إذا انحرف وتحرف شنو؟ خلاص بعد ما يصلح يكون شنو؟ ولهذا لماذا انتسخت الكتب السماوية السابقة؟ لعدم وجود هاتين الصفتين، لا الشمولية ولا المحفوظية، غير شاملة وتعرضت للتحريف لو يحرفون الكلمة. هنا التفتوا حتى نجيب ذكر الإمام الصادق عليه السلام. ركن المحفوظية للقرآن والإسلام هم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف يعني أنت تقرأ في دعاء الندبة مستحفظا؟ عجيب. شنو مستحفظا بعد مستحفظ؟ لما يروح النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو كان القرآن تبيان لكل شيء، هل الصحابة الآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل لتبين للناس، هل قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ القرآن كله لجميع الصحابة أو لا؟ نعم. هل قام ببيان جميع معارف القرآن الكريم أو لا؟ وش تقولون؟ قام بهذه المهمة أو لم يقم؟ إذا قلت ما قام بهذه المهمة، الله يقول لتبين للناس. زين، إذن لابد أن نقول أنه قام أو لم يقم. هل قام به لجميع الصحابة؟ ها؟ هل بين القرآن لجميع الصحابة؟ وش تقول؟ خلنا في الصحابة الحين. بينه لجميع الصحابة ولا؟ لا تحتاج. لا لا. الدليل على أنه لم يبينه لجميع الصحابة، ارجع إلى كتب المفسرين جميعا، اختلاف نفس الصحابة مختلفين كانوا في القرآن الكريم. بل لا، حتى أن الذي رفع شعار حسبنا كتاب الله
ما كان يعرف بعض المفردات القرآنية مو المعارف، وفاكهة وأبا. إذن لابد أن يكون بلغ القرآن لخاصة من خواصة. هذا أحد معاني علي مع القرآن، إني تارك فيكم الثقلين. هذا الذي نعتقده في أهل البيت أنهم ورثة القرآن، أن كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من معارف قرآنية أودعها قلب علي بن أبي طالب عليه السلام، أودعه قلب الزهراء، أودعه الحسن والحسين سلام الله. ثم من الحسين سلام الله عليه، هذه وراثة. شنو معنى أنهم وارثون؟ زين، شنو معنى السلام عليك يا ابن رسول الله؟ زور الإمام الصادق بعدين إن شاء الله في الزيارة وتقرأ السلام عليك يا ابن رسول الله. شنو يا ابن رسول الله؟ مو البنوة يعني الامتدادية النسبية، لا، امتداد الخط القرآني. أنت ابنه قرآنيا، أنت ابنه في منهجه، أنت ابنه في. لهذا الإمام الصادق عليه السلام دوره كان هو الدور النبي صلى الله عليه وسلم في استمرارية محفوظية القرآن من جهة، واستمرارية بيان القرآن من جهة أخرى. بعض الأسئلة إشكالات طرحها البهائية والبابية، مسألة خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وآله. الإشكالية الأولى على لفظ الخاتم في الأدلة القرآنية، فعمدوا لتأويلها بأن الخاتم هو بمعنى الزينة بين الأصابع، فقالوا أن خاتم النبيين هو زينة الأنبياء وليس آخرهم. هذا مدعى أيضا، مو فقط البهائية، مدعى أيضا الجماعة، عندهم قناة معروفة قاديانية، قاديانية زين، الذين يدعون بعدم الخاتمية. وعندهم أيضا قبل 100 سنة ظهر رجل يقال له مرزا أحمد غلام، 2 في 1، هو المهدي هو السيد المسيح، 2 في 1 زين. والآن هم يعيشون مع الإمام أو الخليفة الخامس، خليفته الخامس، موجود عندهم قناة معروفة أيضا عن نفس المعنى تماما. زين، أولا نفس لغة مسيلمة أيضا كانت زين جاءت لضرب هذا الأمر. قال زين، أنت تقول أنت نبي بعد عقب النبي صلى الله عليه وآله، إنزين النبي صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي، قال صحيح، هذه المقولة صحيحة، لكن هذه لا مو لا النافية، لا، أنا اسمي مسيلمة في الأرض ولكن اسمي في السماء لا، لا نبي من بعدي. جميل جدا يعني، إنزين واجد ممتاز. الآن أساسا الختم، الختم من قال أن المعنى بالختم هو الخاتم مستقبل الخاتم؟ لا، أساسا الخاتم إنما سمي خاتم لأنه سابقا كانوا يخلون في شنو؟ الختم، خاتم مو للزينة، ختم. ختم يعني شنو؟ يعني نهاية الرسالة. هذا ولا منو قالك أن الخاتم اتخذ للزينة في البداية؟ لا، الخاتم الختم نفسه، حتى لا يضيعون يخلونه. هذا أولا. ثانيا الختم خاتم النبيين، أنت شنو المتبادر إلى الذهن في المعنى؟ زين، المتبادر إلى الذهن هو آخر. زين، ثم أنه لو قال لو كان هناك نبيون من بعده، لا صرحت الرواية مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مشتركة وصحيحة قطعا قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نبي بعدي. زين، هذه التخرصات لا يمكن أن تقبل بأي حال منها. طبعا إحنا عندنا تفسير لمعنى خاتم النبيين، شو معنى خاتم النبيين؟ مو فقط أن معناه آخر نبي، معناه معنى عظيم جدا يمكن يأتي فيه. إشكال الثاني أيضا اللي طرحه تفضلت بالله، هو الختم الذي يختم به الرسالة وتصدق، وليس أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء حسب قولهم، يعني أن هذا الخاتم لفظ الخاتم بمعنى الختم اللي يوضع في نهاية الرسالة، فهو ختم للرسالة وليس ختم لتعداد الأنبياء حسب نظرهم. زين، واضح جدا يعني أن الختم، زين ختم للرسالة، شنو يعني ختم للرسالة؟ يعني
زين اذا انت تقول خاتم للرساله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال شنو؟ قال لا نبي بعدي. اذا هو نعم الرساله ختمت ولكن دور النبي صلى الله عليه وسلم مستمر، لكن في عناوين اخرى وهو عناوين ماذا؟ امامه. هذا الذي نقوله نحن الشيعة الاماميه. تعالوا معنا. ولا بد ان يكون من ياتي لكي يستمر تحت مظله هذه الرساله معصوم، لانه ماذا؟ انت مو مطلوب منك ان تاتي وتقول في القران الكريم. دور الامام علي عليه السلام شنو كان؟ بيان القران، بيان القران تفسيره اجتهادا لو مطابق للواقع. ماذا نقول نحن؟ واقعهم الان، واقع هؤلاء الذين يدعون ان النبي خاتم الرساله وليس خاتم الانبياء، ما اعرف الانبياء اللي جو بعدها الان اللي ادعوا النبوه، هل يقدمون معارف حقيقيه للقران يجزم بانه هو المطابق للواقع لو اجتهاد؟ اجتهاد. اما نحن نقول ان ما يقدمه المعصوم سلام الله عليه هو دور النبي لتبين، مو تجتهد، لتبين المراد الالهي. زين، وهذا احد الفروق بين علي وبين الصحابه، ان الصحابه ما يقولونه ماذا؟ ها، بعضه اجتهاد، اما ما يقوله علي عليه السلام اجتهاد. اجتهاد يعني شنو؟ قابل للخطا والصواب. لا، ما يقدمه علي عليه السلام هو ماذا؟ انا القران الناطق. بالتالي خاتم لا معنى لدعوة بأنه خاتم يعني خاتم الرسالة، لا، احنا قلنا أن هذا الختم تختم به الرسالة المكتوبة، هذا وجه الاشتراك. هو خاتم النبيين يعني شنو؟ واضح، خاتم النبيين يعني شنو؟ يعني نهاية النبيين، ما قال خاتم المرسل، خاتم من؟ للإشكال الثالث، خاتم النبيين يعني يشكلون أن ختم النبوة هو مختلف أيضا عن ختم الرسالة، لما فشل الإشكال الأول والثاني. الإشكال الثالث بمعنى أنه إذا كان خاتم النبيين فهو ليس بخاتم المرسلين. بلى خوب زين، لاحظ عزيزي، لا انفصال بين النبوة والرسالة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. زين، كل رسول نبي وليس كل نبي طبعا رسول، التفريق الذي قدمه الإمام الصادق عليه السلام عموما. فهو لماذا نبي؟ النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة. ما عندنا إحنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله بمعية ماذا؟ بمعية رسالة. فهو خاتم للمجموع، خصوصا الآية ما حددت خاتم النبيين. خاتم النبيين من صنفه هو الذين يحملون الرسالة السماوية، إذن هو خاتم النبيين وخاتم الرسائل. لاحظ لا، ما في تحديد في الآية مطلقة فتشمل المعنيين. بالنسبة إلى المحور الثالث، سؤال: إذا كان إرسال الأنبياء فيضا إلهيا كبيرا، لماذا إذن يجب أن يحرم إنسان عصرنا من هذا الفيض الكبير؟ يعني لماذا لا يتم إرسال النبي في هذا بعد الثورة الصناعية والتطور؟ جميل. لماذا لا توجد رسالة جديدة؟ جميل جدا. لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إلا الفكر الشيعي. لأنه هذا موضوع طبعا متشعب، وهذا الموضوع اللي طرحته جزئين، جزء آخر أيضا معنى الخاتمية، وفي هذا الموضوع تماما، بس أريد أسلط الضوء هنا على هذه النقطة. نحن عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر نبي وينختم النبي صلى الله عليه وسلم، المشترك بيننا وبين أخواننا أهل السنة، وما في أئمة معصومين عقبه، صار حرمان من السماء لو لا؟ صارت الخاتمية نعمة لو نقمة؟ لا. إذا معنى الخاتمية أن يكون النبي آخر نبي خلاص، بعد ما في رابطة مع السماء ينغلق، صارت الخاتمية رحمة لو نقمة؟ نقمة. مثل ما تفضل الحين الأخ الأستاذ، نقمة. الفكر الشيعي يجيب على الحين المسألة، يقول نحن لا نقول هكذا، نقول آخر نبي ولكن دور النبي مستمر أو توقف؟ مستمر في من؟ وأنفسنا وأنفسكم، الحسن مني وأنا من حسين، مني وأنا من حسين، أنا منهم وهم مني. أساساً تقرأ في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين الأرض؟
في الفكر الشيعي انقطع الاتصال بالسماء لو انقطع، في الفكر السني انقطع. أساسا لاحظ حديث الثقلين رهيب عظيم موجود في كتب الفريقين، وإنهما لن يفترقا. خوب إذا الإمام المهدي مو موجود بيولد في المستقبل، افترقا أو ما افترقا؟ بلسان نفس حديث الثقلين الموجود في كتب الفريقين يدل على أن الإمام المهدي وين؟ موجود. زين؟ إذن من قال أنه حرم؟ نعم الأمة حرمت نفسها من هذا الفيض. الأمة عندما انقلبت زين ورفضت أهل البيت وحاربت أهل البيت ولم تنصر أهل البيت حرمت نفسها من الله عز وجل، غيب عنه، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء غور الآن، من هو الماء؟ من هو الماء المعين؟ إمام مهدي صلى الله عليه، نحن نعيش في جدب الآن، الله يدخره. رغم ذلك وجوده لطف وحضوره لطف آخر، إحنا محرومين من حضور المعصوم، من حضور الرابطة بين الأرض والسماء. فمعنى الخاتمية إذن شنو؟ معناه تنختم النبوة، ولكن دور النبوة مستمر في أشخاص مستنسخين من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنفسنا. سؤال أخير ما نتحول لأسئلة الجمهور الحضور. مع أن المجتمع البشري في حالة تحول مستمر، فكيف يمكن أن تلبي قوانين الإسلام الثابتة حاجيات الإنسان المعاصر؟ جميل. هذا إشكال حقيقة العلمانيين، لأن الحداثويين أشكلوا على الخاتمية بإشكال، والعلمانيين أشكلوا على الخاتمية بإشكال آخر. زين، خلنا الحين إشكال الحداثويين. زين، إشكال الحداثويين شنو؟ أن البشرية مر عليها دوران، دور قصور بشري ودور نضج بشري. كانت تحتاج للأنبياء لأنها كانت قاصرة، الآن تطورت ما تحتاج للأنبياء. إذا معنى الخاتمية شنو؟ الانتقال من وصاية السماء إلى وصاية منه؟ البشر، هم يحكمون. هذا إشكال الحداثويين. إشكال العلمانيين لا، العلمانيين يقولون كلامك جدا لطيف عزيزي. العلمانيين يقولون ماذا؟ يقول نحن نلاحظ، طبعا العلمانية لها صور متعددة، لكن القاسم المشترك بين المذاهب العلمانية، العلمانية مذاهب متعددة، هو شنو؟ فصل الدين عن السنة. لا، عن كل مرافق الحياة، عن الحياة، عن كل مرافق الحياة، سياسة، اجتماع، اقتصاد، كذا إلى آخر. قالوا احنا نلاحظ أن الله عز وجل في الأمم السابقة بين 100 سنة، بين 50 سنة، بين 300 سنة يرسل شنو؟ رسل وأنبياء، لأن البشرية تطفر طفرات متطورة فنحتاج إلى شنو؟ إلى أنبياء. الآن من 1200 سنة، الآن تقريبا 1400 سنة، طفرت البشرية طفرات هائلة لو لا؟ هائلة جدا. هل بعث نبي جديد؟ والإمام مو موجود كما يدعي الشيعة؟ إذا نحتاج إلى وصاية البشر. نقول لا، التفت جيدا، الذي تطور في الحياة البشرية شخص الإنسان، جوهر الإنسان، لو شكل حياة الإنسان، ما الذي تغير؟ يعني أنت الآن جيب إنسان أحيان موجود وإنسان من 4000 سنة، جوهر هذا الإنسان يختلف عن جوهر هذا الإنسان؟ وش؟ مختلف؟ جوهر، جوهر، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا عاقل وهذا عاقل، هذا نفس وهذا نفس، هذا قابليات وهذا قابليات، نفس الشيء أو نفس الشيء؟ شنو اللي تغير؟ النظام الطبيعي، النظام الحضاري، هناك على دواب الحين على طائرات نفاثة، هناك حمام زاجل الحين شنو؟ ها؟ اتصالات لاسلكية إلى آخره، هناك خيام الآن شنو؟ ناطحات سحاب. اللي تغير وجه الوجه الحضاري. الإسلام جاء يخاطب الموقع الثابت في جوهر الإنسان وهو عقله ونفسه. إذا النفس الذي جاء به الإسلام ها ينفع البشرية لو ينفع البشرية ولا غيره ينفع؟ أكل الآن في وقت الراهن، أنا خليك أمام الوقائع الآن، ألا تعيش البشرية الآن أزمة قوانين؟
القوانين الوضعية قابلة للصوت. مو بس قابل للتغير يا حبيبي، لا، قانون بعد يومين اسبوعين يغيرونه لأنه غير صالح، وهكذا وهكذا. فقهاء القانون دول شنو دورهم؟ حسب الآن التفتوا إلى أن الإسلام المحمدي وخصوصا مذهب أهل البيت، وهذا اللي أشار إليه المستشرق الفرنسي كوربون، زين، أنه قابل لحل كل مشاكل الحياة على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الاجتماعي السياسي، من خلال شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه دعوة فاشلة الذي تغير وتطور الوجه الحضاري، والإسلام جاي يتحدث عن الوجه الحضاري، عن المواصلات، عن الاتصالات، يتحدث عن بناء الإنسان. نفس المادة التي بني بها الإنسان هي الموجودة الآن، زي وهي التي تبني الإنسان، العقائد والأخلاق والشريعة. والآن الإسلام بقرآنه بأحكام أهل البيت سلام الله عليهم يثبت هذا المعنى بشكل واضح. لاحظ الآن الغرب ألا يتقمصون بعض الأحكام الإسلامية؟ السنة ألا يتقمصون بعض الأحكام الشيعية؟ نعم، ولو شئت لا أعطيت شواهد على ذلك. زين، الرضاعة الطبيعية، زين، مبدأ الطلاق، مبدأ تعدد الزوجات، زين، قانون العقوبات، كثير من الأمور أساساً. وإن شن الحرب الآن على الإسلام وعلى شريعته، أنه ماذا؟ شفتم قبل كم أسبوع حملة شعواء على مسألة ماذا؟ المعلقات، وكأنما المذنب مو القضاة، المذنب منه نفس الدين ونفس الشريعة الإلهية. لا، فصل بين هذا وذاك. لابد أن نفرق بين من يطبق الدين وبين نفس الدين.